بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وكلمينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. هو طبعا الحمد لله ما زالت الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، مع قيم درجات حراره خلال فتره النهار تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجه لدرجتين، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون حول 21 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هيستمر معانا الطقس الشتوي الدافي المستقر في معظم المحافظات، وخاصة في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى كمان بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وأيضا محافظات جنوب البلاد. يمكن أكثر المحافظات تأثرا بارتفاعات قيم درجة الحرارة هي المحافظات الجنوبية زي جنوب الصعيد، لأن العظمى فترة النهار توصل ل 30 درجة مئوية، لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. ما زالت قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل منخفضة، وخاصة في ساعات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، خاصة المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، كمان المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وبيكون فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل أحيانا في بعض المحافظات يتجاوز 15 درجة مئوية. يمكن اليوم كمان نلاحظ إن في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات الشمالية، المناطق الجنوبية ممكن نلاقي فيها بعض السحب العالية والمتوسطة. كمان اليوم متوقع طبعا يكون في نشاط نسبي للرياح، هنحس بيه أكثر فترات المساء وبعد فترة الظهيرة. وجود نشاط للرياح يحسسني بانخفاض قيم درجات الحرارة أو يحسسني بالبرودة، خاصة مع غياب أشعة الشمس واحنا داخلين فترة المساء أو ساعات الليل. بالإضافة طبعا دايما الظاهرة الجوية المؤثرة بتكون في حالات استقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية. اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومتوقع أن هي بعد كعب الكثير تبدأ في التلاشي، لأن تتلاشى الشبورة المائية دايما مع سطوع أشعة الشمس، تبدأ تقريبا من الساعة 8-9 صباحا في التلاشي، والرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. الأجواء الشتوية المستقرة دي متوقع أن هي تكمل معنا كمان خلال الأيام اللي جاية، ويمكن بداية من يوم السبت هيكون في ارتفاع آخر في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعدل من درجتين لثلاث درجات. يمكن مع منتصف الأسبوع اللي جاي متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 25 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية اللي بتأثر علينا. كمان بكرة إن شاء الله متوقع أن يكون في فرص للأمطار على بعض الأماكن من وسط وجنوب الصعيد، بعض الأماكن من الصحراء الغربية، أقصى غرب البلاد، سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن إن شاء الله في مجملها أمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ما نقدرش نقول تقلبات جوية، لكن هي أجواء شتوية في بعض المحافظات. بس هنأكد على كل السادة المواطنين مهم جدا عدم الانخداع بأشعة الشمس، عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتوية فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، لأن ما زلنا في فصل الشتاء وما زالت الأجواء شديدة البرودة في ساعات الليل. مهم كمان القيادة تكون بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية وبحذر شديد فترة الصباح الباكر، وطبعا نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية. طيب طمنينا على حركة المراحة البحرية وسرعة الرياح عندنا النهاردة كام؟ احنا طبعا سرعة رياح يمكن موجودة في بعض المحافظات، سرعات رياح بتتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة في الوجه البحري، في القاهرة الكبرى، في بعض الأماكن من جنوب سيناء، بعض الأماكن كمان من شمال الصعيد، وزي ما ذكرت هتبدأ بعد فترة الظهيرة مع فترات المساء وساعات الليل، غير مؤثرة بأي أتربة ويمان مسار. فبصفة عامة نقدر نقول في اعتدال في سرعات الرياح، وده بينعكس على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، معتدلين، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، البحر الأحمر والمتوسط مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية.
بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 21 12 واسكندريه 20 12، العلمين الجديده 20 11 ومطروح 19 10، دمياط 19 12، بورسعيد 20 13، اسماعيليه 21 13. السويس العظمى فيها 21 والصغرى 13، العريش 20 12، كاترين 16 4، وطابة 20 11، حلايب 24 15، شلاتين 26 13، شرم الشيخ 25 17، والغردقة 25 14. الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 10، بني سويف 24 9، الوادي الجديد 25 8، واسيوط 24 9، سوهاج 25 9، وقنا 25 11، الاقصر 26 11، واخيرا اسوان العظمى فيها 30 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه هنروح لشاذلي وفاسانت نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمنى.